هو كما قلنا هذا الاشكال ديال التوازن ما بين العرض والطلب ديال القاطع ديال الاغنام هو اشكال مطروح. الدوله حاولت انها تحل الاشكال ديال الابقار بهذه الطريقه، الحفاظ بعدا على داك الشيء اللي كاين، لان باش ما يدوز للذبيح بزاف ونصدقوه. ولكن الاشكال ديال الاغنام، وعلى حسب الاحصائيات اللي عندنا، لان وقت ما قرب العيد الكبير الدوله كتمشي دير داك الشيء ديال البوكلاج، ديك الطنجه البوكلاج باش تعرف اولا العدد والحاله الصحيه ديالو وفين في المناطق، باش حيت هنا كدار اولا العدد وكدار الخريطه ديال 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 الانتاج. الحمد لله حنايا وصلنا لواحد العدد مهم جدا اليوم. وزاره الفلاحه تقول بان كاين عندنا الاكتفاء الذاتي ديال الاغنام اللي غادي يكفونا رمضان تمام، بما انه داك الشيء اليوم غالي سيرمون غادي يكون ماشي بالاثمنه العاديه اللي موالفين كنسمعوا، غادي يكون ارتفاع شويه في الاثمنه، لان الناس اللي وجدوا الحولي راه بقى عليهم غالي. واش غادي يبيعوا بالخساره؟ واش غادي يكون العرض اكثر من كذا؟ وهذه كنظن بان العرض غادي يكون الاثمنه خص نحاولوا نشوفوا كيفاش غادي تكون وفين، باش اذا كان مثلا شي منطقه فيها وفر اكثر تحاول يجي مناطق اخرى باش ما يكونش منطقه مزيان فيها الثمن ومنطقه يطابع فيها الثمن. هذا الشيء غادي ما عدد الرؤوس كنظن بناء على الاحصاء اللي دار لونسا الفلاحه راه العدد متوفر. لا بالنسبه لهذه النقطه ديال الاغنام خاصه الموجهه لعيد الاضحى، انا كنظن على حسب الاحصائيات، لان في القرابه ديال كل موسم ديال عيد الاضحى وزاره الفلاحه كدير البوكلاج، كدير هذيك الطنقه ديال كذا، باش اولا تعرف العدد اللي متوفر وتعرف الخريطه فين كاين وتعرف هاد المعطيات كامله كتولي عندها والسن والانواع وكل شيء، باش تحاول توجد راسها لهذا الموسم اللي هو العيد الاضحى المبارك. اليوم العدد كاين متوفر، يعني الحمد لله القطع كاين موجود، يعني الحولي غادي يكون، الاثمنه كنظن بان غتكون زايده شي شويه، لان كما قلنا نظرا لهذا الغلاء ديال الاعلاف وديال ديال ديال التكلفه ديال الانتاج، كنظن غادي يكون شويه مرتفع، لان اليوم دابا كنشوفوا بان راه طالع شي شويه، ونطلبوا ربي يرحمنا، لان السنوات ديال الجفاف هذه هي ادوم التبعات ديالهم. ملي كيكونوا سنوات ديال الجفاف كيكون صعيب انك توفر منتوجات باثمنه جد معقوله. وحتى اليوم مازال ما كاين شيء، ولكن الا كان الخصص ضروري خص الدوله تتحمل مسؤوليتها، خص الحكومه تتحمل مسؤوليتها ودير شي اجراء اللي يخفف على المواطن، لان هذا الشيء كامل هو ان المواطن ما يكونش عنده شي تكلفه كبيره بزاف، هذا هو الهدف. مجموعه من الاحواض ديال الشبور ديال الشاويه ديال كذا، انا نقصت فيها ولا كاع ما ثلاثش فيها.